اهلا فيكم من جديد. طالبت لجنه الاسكان بمجلس الشورى بانشاء هيئه مستقله للعقار وربطها مباشره برئيس مجلس الوزراء. ووافقت هيئه المجلس الاحد الماضي على احاله بند المقترح الذي مضى على دراسه نحو 3 سنوات الى الامانه، تمهيدا لادراجه على جدول اعمال الجلسات الاسبوعيه لمناقشته واقراره. للحديث حول موضوع هيئه العقار ينضم معنا في الاستوديو الكاتب الاقتصادي المهندس فهد الصالح. فهد، حياك الله معنا. أهلا وسهلا. كيف تشوف تأثير وجود هيئة خاصة بالعقار على قطاع العقار والإسكان بشكل عام عندنا في السعودية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال وجود هيئة لتنظيم سوق العقار أمر ضروري وحتمي حقيقة من قبل، لكن جميل أن ندرك يعني الأمر الآن، ومجلس الوزراء الموقر وافق أصلا على تنظيم الهيئة الوطنية للعقار خلال موافقة على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التي رفعها حول توجهات وزارة الإسكان التي عرضتها على المجلس. والآن شرعت وزارة الإسكان في إعداد اللائحة التنظيمية لهذه الوضع. طيب ما في تضارب ما بين الهيئة هذه ولا هي نفسها؟ هي نفسها. بس يبدو أعضاء مجلس الشورى كانوا نايمين 3 سنوات يمكن، لأنه حقيقة من المجلس السابق طبعا أول من طرحها يمكن المهندس محمد القويهس في دورة المجلس السابقة، وهذا الكلام تقريبا في عام ما كنت يعني أجهل الرقم في عام 2010، وخضع لدراسات كثيرة داخل المجلس. ولكن المجلس تأخر وحسم الأمر الآن بناء على قرار مجلس الوزراء الذي صدر من قرابة 4 شهور. طيب، الدراسة وضحت أن القطاع العقاري يعاني من تشتت المرجعيات بالنسبة له، ضعف التنسيق ما بين الجهات ذات العلاقة، وغياب الأنظمة والضوابط التي تدير العقار. وضح لنا هالنقطة. طبعا هم كأنهم يصفون حال العقار، حال سوق العقار يعاني حالة توهان حقيقة، حالة ضياع كبير حقيقة. ليس هناك قائد للسوق يستطيع أن يقدم صناعة حقيقية لقطاع العقار، لا يستطيع تنظيم السوق العقار، الدخلاء كثر في سوق العقار، الأمور عشوائية تمر بعشوائية كبيرة، مع أنه سوق كبير تتكلم عن حجم استثمارات مهولة ممكن أن تكون يعني مصدر رئيسي لدعم الناتج المحلي الإجمالي القومي للمملكة. طيب، التحديات والعقبات اللي قد تواجه قطاع العقار، يمكن وصفت شيء من الواقع بالنسبة لقطاع العقار عندنا، لكن ما هي أبرز التحديات؟ وخلينا أقول أنا ما ننظر لزاوية واحدة، ننظر تجار العقار أو من يستثمر العقار، ننظر حتى زوايا المواطنين اللي يملكون مسكن. يعني تضخم أسعار الأراضي بهذا الشكل، ونتحرى حنا إن شاء الله قرارات قادمة، قرار رسوم أراضي وغيرها، لكن ضبط العملية كذلك. يعني الناس يعني هل يمكن أن يكون يعني نتكلم عن تحدي كبير، انه فيما لو ضبط واقع سوق العقار عندنا حتى المواطن اللي يبحث عن مسكن بتنعكس عليه ايجابا؟ بالضبط، هو بطبيعه الحال انه المواطن هو احد المستفيدين، بل هو المستفيد الاكبر الان. كثير من التعاملات التي تتم في عمليه السوق في عمليه التداول في السوق العقاري تتم بناء على توجهات معينه لبعض التجار او خلافه، احتكار منها الاحتكار حقيقه، ومنها توجيه الاسعار والمضاربه وغير ذلك. الان حتى سواء البائع أو المشتري أو حتى المستثمر أو حتى المستأجر أو حتى من يشتري فيلا صغيرة سيستفيد من وجود هيئة تنظم العقار. الآن إذا حدثت لك مشكلة الآن إلى من تشتكي؟ الأمر تائه حقيقة. يعرض لي أحد الزملاء قصة مكتب عقاري عنده، أجر داخل الحي السكني عائلة سكن عزاب أجانب داخل حي سكني عائلي حقيقة. إلى من يتجه في الشكوى؟ الأمر تايه ضايع إلى الآن. هل تشتكي مرجعه وزارة التجارة؟ هل موضوع مناط بالأمانات والبلديات؟ أم هل هو بالشرطة؟ فهالأمور دائما حالة توهان. كثير من الإفرازات التي تخرج من سوق العقار يضيع الشخص أو من يريد أن يجد الحل لا يعرف أين يتجه حقيقة. ليست هناك جهة تقود السوق على غرار هيئة سوق المال وغرار. طيب، ما مدى ضرورة حصل الأراضي توثيقها
أو بعد ما يسمى بالعين العقارية عندنا توجه لهذا الموضوع؟ أي هناك التسجيل العيني للعقار الآن، ووزارة العدل مع وزارة شؤون البلدية والقروية أخذت يعني خطوات جيدة حقيقة في التسجيل. وهذا إيش بيخدم؟ طبعا نعرف هناك تداخل في الصكوك، هناك تعديات تتم على الأراضي، هذا بيوثق هالعملية وحقيقة تعود الأمور إلى نصابها الحقيقي. طيب واقع العقار حتى مستقبله غير واضح المعالم بالنسبة لنا، يعني ما بين من يرى أنه مقبل على موجة هبوط حاد وما بين من يرى أنه لا لن تؤثر بذاك الشكل، أنت وين ترى الموضوع؟ طبعا الجزم في هالمرحلة أمر صعب حقيقة، أن عندنا ننتظر يعني قرارات على غرار قرار رسوم الأراضي البيضاء. يعني أنا ما نتمنى انهيار للعقار لأنه هذا السوق اللي الكل يتعامل فيه، نتمنى أنه حركة تصحيح لهالأسعار المرتفعة التي أصبح المواطن معها يعاني، لا يستطيع الزواج ولا يستطيع السكن ولا يستطيع التملك. نتمنى حركة تصحيح شاملة خلال الفترة القادمة، يعني نتطلع لقرارات أكثر جدية حقيقة في مجال تنظيم سوق الإسكان والعقار، ولعل إن شاء الله خروج قرار هيئة تنظيم هيئة الوطنية لتنظيم العقار هو أحد القرارات اللي ممكن أيضا تضع الأمور في نصابها الحقيقي وترجع الأمور إلى عدالتها. بس ما يكون مسؤول عنها تاجر عقار؟ بالضبط، يكون رئيس الهيئة يعني تاجر عقار ويجب أن يكون المسؤول عنها ليس دخيلا على سوق العقار، يجب أن يكون مختص. المختص ليس بالضرورة أن يكون تاجر ولا يكون يعني دخيل. شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. أنا أشكر المهندس فهد الصالح الكاتب الاقتصادي والمختص بشأن العقار، يعطيك العافية. شكرا كذلك لكم مشاهدين الكرام لمتابعتكم لنا، نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة بأمان الله.